في البداية كان التصريح أنه بلاده سلمت 259 عربة سكة حديد. مهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، مساء الخير يا فندم. باشمهندس أشرف، مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك، أهلا بيك فندم. يعني نقدر نقول مبروك، يعني احنا استلمنا من المجر النهاردة رقم الحقيقة في غاية الأهمية 259 عربة سكة حديد. وأنا بقرا الخبر ده يا باشمهندس أشرف، عارف افتكرت إيه؟ افتكرت زمان كان يقول لك إيه، لا ده أنا حاجز المجري، المجري ده يعني ليه تاريخ كده مع المصريين، كلمة قطر المجري يعني، فاكر؟ ده حقيقة كان عندنا القطار المجري فعلا. أيوه أيوه، القطار السريع. السريع بالظبط كده، بالظبط كده. قول لنا حضرتك بقى، محتاجين تفاصيل أكتر، بنتكلم في 259 عربة سكة حديد، وهيبدأ التشغيل إزاي الفترة اللي جاية إيه؟ اتفضل يا فندم. هو حضرتك التصريحات وزير الخارجية والتجارة المجري طبعا دي كانت يعني بالنسبة لعقد اللي هو ال 1600 عربية. نعم. اللي هو موقع بين الجانب المصري هيئة السكة الحديد وشركة ترانس ماش اللي هي الروسية المجرية. نعم. هي ده طبعا انتاج مشترك بين روسيا والمجر. العربيات دي حضرتك كانت يعني تم توقيع العقد في 25 سبتمبر 2018. نعم. وبدأ توريد أول دفعة من العربات في شهر 5 2020. حضرتك طبعا بتتولى شهريا توريد هذه العربات. النهارده كان في عندنا وزير التجاره والخارجيه المجري مع معالي وزير النقل في مدينه اسكندريه لاستقبال اول دفعه عربات بعدد اربع عربات من شركه او مصنع ترانس ماش اللي هو في دوله المجر. ايوه. فانما مش كنت تبعت لنا صور كده كنا نوريها للناس يا باشمهندس اشرف، نقول للناس يا فندم المجري يعني الجديد اهو. يعني هي العربات بالفعل شغاله عندنا على من شهر 7 2020. أيوة. اللي هي العربات اللي هي الدرجه العاديه ذات التهويه الديناميكيه. الاحتفاليه النهارده كانت طبعا زي ما قلت لحضرتك ان دوله المجر كانت النهارده اول دفعه عربات ترت من مصنع اللي هو في دوله المجر. ودي طبعا احتفاليه طبعا كبيره جدا، لان زي ما قلت لحضرتك ان دوله المجر بتهتم جدا ب الموضوع اللي هو صناعه القطارات، ومنها طبعا صناعه العربات اللي نعم. المصنع المشترك بيبدا يعني توريد اول دفعه عربات من المجر اليوم. باجمالي زي ما هو قال وزير التجاره والخارجيه المجري 259 عربيه قيمه ما تم توريده من المصنع روسيا ومصنع المجر لحد اليوم. نعم نعم. طيب التعاون القادم، يعني هو قال كمان انه خلال السنتين اللي جايين هيشهد ايضا مجموعة اخرى هتضاف لهذا الرقم. اه طبعا ان شاء الله احنا العقد مستمر لحد يعني نهاية 2023، لان في طبعا احنا عندنا في 500 عربية كمان لسه هيتم توريدهم اللي هي العربات العادية المكيفة، وفي 300 عربية من عربيات اولى وثانية فاخرة، بالإضافة طبعا إلى باقي العقد اللي هو باقي 500 عربية اللي هي الدرجة العادية ذات التهوية الديناميكية اللي وصل منها لحد اليوم يعني بنقول 260 عربية. المجري اللي جاي واللي موجود، احنا بنتكلم في نقل بضائع أكتر كعدد منه ولا للركاب؟ لا حضرتك ده العقد ده 1300 عربية ركاب. ركاب، تمام. تمام. مهم التوضيح، مهم التوضيح. بشكرك فندم، بشكرك شكرا جزيلا.